إلى إحدى قصص المثابرة والنجاح. الطالبة مريم محمد من محو الأمية إلى كلية الصيدلة، حيث أخذت مريم محمد دروس الخصوصية حتى تتعلم الأحرف والأرقام. وبعد عام 2003 مريم كان عمرها في ذلك الوقت 11 عاما، فلم تقبل في المدرسة الابتدائية، لكنها في عام 2009 سمعت بأنه يوجد دورات لمحو الأمية ومن يتخرج منها يحق له التقديم الخارجي. سجلت بها مريم وامتحنت ونجحت، ثم ذهبت للوزارة وقدمت الامتحان الخارجي كما هو معروف في العراق. نجحت بتفوق في السادس الابتدائي في عام 2010، ثم بدأت الدراسة في المدرسة المسائية وكانت من المتفوقات، وكل سنة يتم تكريمها بشهادة تقدير، وكانت الأولى على مرحلة الثالث متوسط. وفي الرابع إعدادي بدأت بالدوام الصباحي وتخرجت من الثانوية بمعدل أكثر من 95%. وعند التسجيل بالجامعة قدمت مريم طلب استثناء من شرط العمر وحصلت عليه، واليوم هي طالبة بكلية الصيدلة في محافظة القادسية. دعونا نشاهد شهادة مريم من الأمية إلى كلية الصيدلة. هذه الشهادة أو هذه الصورة الأولى لمريم محمد. هذه شهادة مريم محمد في العام الدراسي 2016-2017. هذه شهادة تأهيلية شاركت فيها مريم محمد جمعة في دورة محو الأمية في عام 2009.